الناس نكر نرحب بك في بوابة أخبار اليوم وبنبارك لك على فيلم عمود فقري. كنا عايزين نعرف انت شايلة فيلم طولة، ايه الصعوبات اللي واجهتك وعايزين نعرف كمان ايه اهم المحتوى. مرسي، الله يبارك فيك، ومبسوطه ان انتوا النهارده معايا وبوابه اخبار اليوم. انا من اشد المتابعين لاخبار اليوم. فيلم عمود فقري انا طالعه فيه شخصيه اخت وائل، بنت بلدي، بنت جدعه بتحب اخوها قوي، في ترابط كبير جدا بينها وبين اخوها. يا رب الفيلم يعجبكم ويا رب اكون عند حسن ظنكم. الفيلم قاع كوميدي، عايزين نعرف ايه اهم ملامح الشخصيه. هو انا بالنسبه لي مش كوميدي قوي، انا بالنسبه لي الموضوع هو الفيلم كوميدي اجتماعي، فيه بنتكلم عن مشكله اجتماعيه باطار كوميدي. نوتة فيه حب كبير جدا بينها وبين اخوها زي ما انتم شفتوا دلوقتي، طبعا في ترابط كبير جدا، والترابط ده موجود بيني وبين اختي في الحقيقه، فدي اللي انا حسيت ان هو شخصيه زينب قريبه مني. منتظرين منك ايه دراما قريب او في ان شاء الله مسلسل ضرب نار ان شاء الله هينزل في شهر 11 او 12، في مسلسل تاني اسمه اهل التكيه كوميدي برضو انا ووائل علاء وانتصار، في مجموعه كبيره برضو من الفنانين في المسلسل ده. بالنسبه للدراما في سينما تاني؟ سينما في فيلم قاعده بقراه دلوقتي برضه المفروض طالعه فيه نفس الموضوع بلدي يعني، فلسه شايفه ان دور البنت الشعبيه شدك اكتر؟ والله انتوا اللي هتحكموا بقى بشارع يعني، وانا بعمل في شخصيه زينب ما بكونش حاسه ان الموضوع صعب، او لان الفنان لازم يمثل كل الادوار يعني، مش هينفع ابقى منحصره في كاركتر واحد. لعبت دور صغير مع الفنان احمد زكي في بدايتك، عايزينك تكلمينا على كواليس الدور. والله انا بالنسبه لي كنت بلعب في فيلم علي الوزير، ان انا عايزه اشوف استاذ احمد زكي، عايزه اخد منه نصايح، وفعلا اللي انا خدته منه هو ده اللي انا بيه دلوقتي او اللي انا فيه دلوقتي. بنبارك لك على الفيلم وبنشكرك جدا. خليك، ميرسي، وميرسي لاخبار اليوم.